اليوم خرافي يا رفاقة الخير، ولكن خلني أخبركم عن فرصة رهيبة. هواوي مسوين خصومات توصل لين 90%. متى؟ اليوم وباكر واللي عقبه، من تاريخ 25 لتاريخ 27. يعني السماعه هذه، الساعه هذه، التليفون هذا تقدر تاخذوهن مع بعض بسعر خرافي، او تقدر تاخذ كل واحد فيهم بروحه بسعر خرافي. وايد تقريبا كل الاشياء اللي موجوده عندهم عليها اوفر الحين. تشوفوا هني هذه كل الخصومات، اللايف سيل كله هني، هذا الرابط موجود تحت، يعني اللي اشوفه انا هني انت تقدر تشوفه. فانا خلني اقراكم بعض الشغلات اللي موجودة. إذا أخذت التليفون هذا حلو، والسماعة هذه، والساعة هذه، والميت بوك اللابتوب، الميت بوك إكس برو ب1199 درهم، وهذا العرض أنا وايد عجبني. إذا اشتريت أي شيء من هذيل، الميت بوك إكس برو، أو إذا اشتريت الميت بوك 13i7، أو اشتريت الميت 40 برو، بيعطوك عليه فري وايرلس شارجر بلس 50% على هذيل، أو البي 40 برو. إذا خط أي شيء من هذيل عندك 50% على الساعة والسماعة والساوند سيستم. إذا أنت شغلة عينك عليها من زمان والحين خاطرك تشتريها، فهذه الفرصة لا تفوت. هذه بعض الشغلات اللي موجودة في الأوفر، بحط لكم الرابط هذا نفسه اللي أقرأ لكم منه، موجود في الديسكريبشن تحت. لا يفوتك اليوم 25 26 27، خصومات لايف لين 90%. سلام يا المرموم، سلام، الله يصبحكم بالسعادة يا رفاقة الخير. مشتركين، فعلين الجرس، اموركم طيبة. خلنا ننزل النقاب عشان تعرفونا. علوم يا رفاقة الخير، اليوم مميز ولفة جميلة جدا. بصراحة ما كنت بصور فيديو، لان في فيديو خاص حق الروز رويس جوست، نحن موجودين في العاصمة ابوظبي، انا ومحدثكم باسكور انزين، رايحين لمكان مميز، رايحين لقصر الوطن يا رفاقة الخير. فمخبركم شوية عن علوم السيارة هذه الجوست الجديدة بالكامل، تمام. وثاني شيء، نحن رايحين على مكان مميز، يعني هذا المكان لبصمة فينا جميعا ولكل حد يحب الإمارات. هذا المكان اللي تتم فيه الاستقبالات الفخمة في دولة الإمارات، المراسيم كلها تكون في هذا المكان، مكان روعة وفيه بصمات وفيه لمسات عن تاريخ الإمارات. على العموم، لما نوصل بنخبركم علوم السيارة. هذه الجوست الجديدة يا رفاقة الخير، هذه السيارة أكبر بشوية. هذه السيارة صورتها يا رفاقة الخير في تيك توك، تقريبا 13 مليون مشاهدة في تيك توك. فإذا أنت ما متابع تيك توك، شو بيفوت؟ راحت عليك، راحت عليك. فعندكم تيك توك هذا، وهذا انستغرام، وهذا سناب شات، طلع تليفونك سوى سكان حق الكود، لا يفوتك أي شيء. روز رويس أبو ظبي معروفة بالمواصفات وبالسيارات اللي تختارها بمواصفات عالية جدا، عالية جدا. فلما قبل شوية كنا في الشوروم، بحاول أحط لكم كم من لقطة، السيارات اللي داخل عجوبة والله، كذا أيقونة يعني السيارات اللي موجودة داخل. والسبك اللي تطلع من بوظبي تشابهها لبيئة بوظبي، صح؟ يعني في وحدة طلعت على ياس مارينا، أيوة، وحدة على تراث الإمارات، على الصحراء، على أشياء كثيرة خاصة بالإمارات وإمارة بوظبي. فشو سالفة الجوست الجديدة؟ ما نخبركم على السريع علومها دام نحن موجودين هنا. روز رويس لها تاريخ طويل، حلو، فهي ما غيرت التاريخ هذا ولا قالت انا بصير بحط لكم شاشه عملاقه هني وهذه المواضيع، لا. السياره اول ما تركبها تعرف انها روز رويس وتعرف انها جوست، يعني هذه السياره تقدر انت تسوقها، وانك انت اذا حاب تقدر تقعد على الكرسي اللي ورا وحد يسوق بك بعد عادي. يعتمد على شو، متى تحدد هذا الموضوع؟ لما تسوي سبيك حق السياره، تقول لهم يا جماعه انا بالمواصفات الخلفيه افضل، لان انا بقضي وقت اكثر في الخلف. جميل. عندك الشغلة الثانية، السيارة 571 حصان، التورك 850، من الصفر ل 100 4.8 سكند، 12 سلندر دبل توربو، الحين 6.75 لتر. ليش؟ عشان تخلي السيارة أريح. منية على الجير، الجير مربوط بالجي بي اس، هذه معلومات على السريع، لكن منية على الدلع اللي داخل. الجير مربوط بالجي بي اس، يعني قدامك لفة هو يعرف يعطيك الجير الصح، عشان انت ما تحس باهتزازات وانت تسوق السيارة. نية عاد من داخل يا أصدقائي. من الشغلات اللي صراحة أضافت رونق جميل في السيارة، أنهم خلوها، وين حبيبي طالع؟ وين عزيزي طالع؟ أول شيء لما السيارة تيك من قدام، الجريل في ليتات، فأنت تشوف أنه وراك روز رويس في الليل كذا في إضاءة. بعدين الليتات الليزرية الأمامية بتشوف تحتها الرادار،
الليتات الليزرية هذه يا صديقي تعطيك 600 متر رؤية واضحة، تمام؟ تدخل على السيارة، أفضل شيء يسووه بصراحة البيبان الأمامية نفس الفانتوم ونفس الريث، ونسووا إنه البيبان تتسكر أوتو. زي أبو سعيد هذه موجودة، قبل كانت بعسكورة هني صح؟ هي. الحين حطوها لك هني، حلو؟ حطوا لك الموضوع هذا كله هني. عندك شغلة ثانية يا صديقي، البيبان الخلفية لما تركب تعرف إنك تسكر البواب الخلفية من الزر. من الزر هني لا، قال لك من داخل لما تفتح الباب، تفتح الباب كذا الباب ينفتح روحه بعد، لانه صعب يدز نفسه. تونا يوم احنا جايين من نزلنا من الفانتوم، ايوه انا وياك احنا كنا في الباب ثقيل، الباب ثقيل شويه. ليش؟ لان الفانتوم عاده حد يفتح لك الباب زين، لانك انت قاعد ورا. فالفكره شو؟ ان البيبان الخلفيه صارت وايد اسهل انك تفتحها، فهذا شيء رهيب جدا. القياده ضافوها، اسمع هاي وسجلوها، قولوا بسعيد قال لي هالكلام، فيها اسمها ماجيك كاربت. شو يعني ماجيك كاربت؟ تعرفون علاء الدين البساط السحري؟ البساط السحري نفس الموضوع يا اصدقائي. السياره هذه من زود ما انها مريحه، تمام؟ فيها رادار يقرا لك النزلات والصعدات في السياره، تمام؟ النزلات والصعدات اللي في الشارع، في الشارع اذا في حفره ولا شيء يضبط لك السسبنشن، فتحس انك انت بماجيك شيء سحري تمشي كذا على سحابه. والشغله الثانيه اللي فيها، كانت السياره عملوا لها هدوء وعازل تام، لدرجة انه ضافوا لك صوت عشان الناس ما تحس انه مكتومة داخل يا ريال. فكل هذه الشغلات ضافوها في السيارة عشان راحتك انت كقائد سيارة. طيب السيارة كبيرة بس عيد لنا شوية، شو سووا لها؟ سووا لها نظام فور ويل، فهي سيارة فور ويل، تمام؟ بس بعسكر الله يرحم والديك لا تتقطع بها في البر. لا لا مجهز نفسي، وهو ياس يتكلم انا افكر وين الاماكن اللي وديت السياره. من فضلك من فضلك. لا لا ما في في كلن يبي لك كلن عشانك انت بعد هاي بتوديها. لازم لازم اشكرك. زين المهم اعتقد بعد في التقنيه اللي هي بالتوار اللي ورا يوم الفرن ستيرنج، هي اللي فور ويل ستيرنج. فور ويل ستيرنج، فور ويل ستيرنج يا اصدقائي عشان السياره انك انت لما تكون على الخط التواير يلفن مع بعض فتحس براحه، ولما تكون تمشي شوي شوي في السرعة بعد يعطيها ثبات، يعطيها ثبات. ولما انت تلف مثلا الحين بضرب اشارة انا بلف الاربع تواير يلفن، فانا ما بحس بتعب وانا اسوق السيارة. بالجي فورس، بالجي فورس يكون خفيف جدا، انت ما تحس. كاميرا يعني الوضوح اللي فيها خرافي جدا، و360 و 3D. الافضل عن هذا بعد انك انت لما تلف بالسيارة فيها فور ويل ستيرنج باتجاه عكسي، لما تكون على سرعة عالية الاتجاه معاك، ولما تكون على سرعة بطيئة الاتجاه عكسي، فأنت تحس أنك أنت تبركن والترنينج سيركت واللفة تكون مع السيارة صغيرة. فهذا وايد أضاف الموضوع سهولة في القيادة. طبعا عندك هيد أب ديسبلاي، رادار، لين ديباتشر إذا بتطلع من يعني الشارع مالك، تسوي لك وارنينج وتثبتك على الشارع. عندك شاشة جميلة هني، هني عندك مكتوب جوست اللي موجود في الفانتوم، مكتوب عندك جاليري، ولا هني مكتوب لك جوست. قعدوا عليها 10,000 ساعة. إذا أنت يا عزيزي ما شايف الفيديو لما كنا في مصنع روز رايز، روح تشيك على الفيديو، صورنا لكم كيف سيارتك تنصنع. والحين هم فسنا خبرونا عن أبليكيشن اسمه وسبر، يعني كذا أني كني أنا نحن شو نسميها؟ أنهمس يساسر. أيوة يساسرك. الأبليكيشن هذا إذا كنت أنت من ملاك روز رايز طبعا أنصحك أنك أنت تنزله، لأنك تقدر تواصل مع كل أصحاب روز، تقدر تبيع سيارتك هناك، ويكون عندك حصريا أنك أنت مثل ما تقول عندك علوم روز رايز بشكل عام كلها قبل كل حد. يعني أنا باكر بعرف الأخبار، أو مثلا أنا باكر بعرف العلوم، بعسكور عنده روز رايز هو بيعرف قبلي. فإذا أنت كان عندك روز رايز مهم جدا أنك أنت تنزل الأبليكيشن اللي اسمه وسبر، وفي الوكالة حتى لو كانت سيارة مستعملة في الوكالة يضبطوا لك الموضوع هذا، ويساعدك في كل شيء. تبى تسافر في عندهم كونسيرت، كونسياج، اذا تبى تسافر، اذا تحجز طياره، تبى تحجز فندق، اذا انت من جماعه الفاشن في قطعه جديده، شيء جديد نازل قبل اي حد يعرف عنه بفتره طويله هم يبلغونك فيه، عشان ان انت تعتبر من جماعه البريميوم اللي عندهم اكسس على كل شيء قبل لا يصير. واحنا طالعين لكم ما مخبركم علوم السياره كلها في مكان واحد، نباك تكونوا ويانا فاشترك. ان شاء الله منصوركم استلام اول روز رايز في الامارات، الجميع انهض، فاشترك فعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات قبل كل حد يا صديقي. صورنا لكم نحن استلام روز رايز في UK، كيف
تستلمها هناك، ولكن مراويكم الحين في الامارات، واول روز رايز ان شاء الله تستلم. هذه سجلوها عندكم واشترك، فعل الجرس عشان انت تشوف الفيديوهات قبل كل حد يا صديقي. الحين قربنا من قصر الوطن زين، في العاصمه الحبيبه ابو ظبي. والسلام سلام سلام، والله الموتر هادي، سواقه السياره كأنك قاعد في صاله بيتكم، الله وكيلك كأنك قاعد في صاله بيتكم، يعني قاعد على سحابه الكرسي، راحات قلبي وانسجامي. طبعا في مساج وما مساج زين، غير هذا السياره مريحه جدا وفيها هيبه في الشارع رهيبه. وقفنا الموتر هنا حلو، والحين بندخل داخل وبعسكور بيعطينا العلوم. يا سلام اشكرك. وهني لو تذكرون كل مراسيم الاستقبال وهيبة المكان من غير ما تكلم حد، شاطر منكم يخبرنا شو مكتوب هني. طبعا هذا صرح هندسي رهيب مسوينه المصمم الاماراتي مطر باللاحج. يلا الشاطر يخبرنا شو مكتوب، ولكن اذا انت شراتي ما عرفتوا، هذه مقولة للمغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه: الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليس المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب. ينتهي الكلام هنا. أي والله ينتهي الكلام والحكمة. خلنا نرويكم يا رفاقة الخير مكان. أول ما دخلت سمعت صوت شعر ينبي وقف، الصوت هذا يمس كل واحد فينا بصراحة. ادخل داخل انتو خبروني اذا عرفت الصوت. هذه قاعة التعاون وبتدشن قريبا، فيها تتم الاجتماعات الكبيرة على الاوزان الثقيلة. انتم شوفوا هذه التفاصيل اللي موجودة هني، عندكم هالشندلير هذه وزنها 12 طن زين، وفيها 350 الف كريستالة. وهني على فكرة صح مكان زيارة، ولكن هني تقدر انك انت تجي وتطالع هذا المكان كزائر، ولكن تتم المؤتمرات هني بشكل حقيقي. ما في مصير لاماره ومصير لاماره او مصير لبلد واطفال، ولا سبيل له مصيرات ابدا. المصير واحد والحق واحد والمصلحه واحد والسعاده واحد، ونحن عشنا في السعاده وعشنا السعادة. هذا المكان فيه هدايا من الدول اللي زارت دولة الإمارات، ولها مكانة. هذه الهدايا اللي تشوفونها هي من الأوسمة والهدايا اللي قدموها الرؤساء اللي كانوا موجودين وفي زيارة رسمية لدولة الإمارات ويابوها لنا هني، فمحفوظة. والإضاءة اللي موجودة هنا عشان الهدايا هاي ما تتأثر لمدى حساسيتها. أنا ما أقدر أخذكم يعني بالتفصيل على كل شيء، لأن كل شيء محتاج يعني إلى قصة. يعني لو سمى هناك لها قصة، هذه الهدايا لها قصة. يعني عندك هناك قطعة من الكعبة، في وايد شغلات هناك، الأوسمة، في وايد أشياء. ولكن يعني هذا حسابهم، تقدر تشوفوا كل التفاصيل، ولكن فكرة مميزة جدا. أهني طبعا كل القائمين على هذا الشيء. هذا المكان لهيبة بصراحة، مكان يعني رهيب جدا. هني تتم الاستقبالات الكبيرة يا رفاقة الخير. بصراحة وجودنا بالدخلة هذه يوم ما ينسى في حياتي. بنمر على كذا مكان من الأماكن هذه، الهدايا الدبلوماسية اللي أعطوها لدولة الإمارات، منها القاعة الكبيرة. ولكن تدخل هني كزائر تأخذ لك لفة وتطلع. طبعا احنا اليوم شوية كنا شوية إكسكلوزيف، ولكن نفس ما قلت لكم المكان يعني ما اعرف كيف اقول لكم، ولكن لا نفس ما تقول هيبه ورهبه اول ما تدخل. بصراحه انا يعجز اللسان عن شكر كل القائمين على هذا المكان، من ناحيه شو اقول لكم، التصميم، الديزاين، من ناحيه التاريخيه، من ناحيه الزياره، كيف ان هذا يخبر الدول ويرسخ رساله السلام اللي موجوده في دوله الامارات لكل الدول. بصراحه شيء رهيب جدا. تعال شوف كيف المكان هذا، تعال شوف كيف كيف القرارات الكبيرة تصير في القاعات هذه، كيف أنه ما في شيء يصير إلا مدروس 100%. أنا أقول الله يحفظ دولة الإمارات، والله يحفظ معازيبنا، والله يحفظ جميع بلاد المسلمين.
ليتس جو.